أهلا بكم مشاهدينا، ونستهل تغطيتنا للشأن السوداني بهذه الصور الحية من الأبيض، حيث تواصلت اليوم الأربعاء الاحتجاجات في السودان على مقتل طلاب برصاص قوات الدعم السريع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان وسط البلاد أول أمس الاثنين. وخرجت مظاهرات اليوم في العاصمة الخرطوم وزالنجي، غداة أخرى ليلية خرجت في الخرطوم رافعة شعارات تندد بأعمال القتل وتطالب بمحاسبة المسؤولين عنها. وفي وقت سابق أعلنت لجنة أطباء السودان أن مواطنا توفي متأثرا بإصابته برصاص في الرأس خلال أحداث مدينة الأبيض جنوبي السودان أول أمس، ليرتفع عدد القتلى إلى 6. نناوي مشاهدينا أننا نتابع هذه الصور الحية التي تأتينا من الأبيض وتشييع جنازة أحد الضحايا الذين سقطوا جراء اعتداء قوات الدعم السريع على المتظاهرين السلميين أول أمس. العربات تتوافد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. ما زالت الحشود تتحرك. نحن الآن في مدينة الأبيض في شمال كردفان في حاضرتها، وما زالت الحربات تتحرك وما زالت من جانبه دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى مظاهرة مليونية سماها القصاص العادل غدا الخميس تنديدا بأحداث الأبيض. كما وحمل التجمع المجلس العسكري والأجهزة الأمنية في شمال كردفان المسؤولية عن مجزرة الأبيض، مؤكدا أن ما حدث لن يوقف المد الثوري. نحن نحمل المجلس العسكري الانتقالي وكل الأجهزة الأمنية في شمال كردفان وفي الوطن كل مسؤولية ما حدث، ونطالب والي شمال كردفان بالقبض الفوري على من ارتكب هذه المجزرة. ليست هنالك أمور مخفية في مدينة الأبيض. مدينة الأبيض مدينة صغيرة، ويعرف الجميع من قام بارتكاب هذه المجزرة، وهنالك من الأدلة الكثير سواء كان الصور أو حتى كانت تسجيلات فيديو متوفرة. وبالتالي أن يزعى والي شمال كردفان إلى البحث عن حقيقة هذه بالنسبة لنا مرفوضة وغير مقبولة. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور صادق يعقوب أبو نفيسة القيادي بحزب الأمة القومي السوداني، وعبر سكايب ينضم إلينا من الخرطوم النشط والإعلامي السوداني أحمد المهندس. عبر الهاتف من الخرطوم أيضا ينضم إلينا العميد ستي محمد سركتي الخبير العسكري السوداني. أرحب بضيوفي جميعا وأبدأ بك سيد سركتي. سيد سركتي، الأصابع تتوجه إلى المجلس العسكري الانتقالي في السودان من أجل القصاص لأجل الذين وقعوا من ضحايا أول أمس وبعض الاتهامات أيضا. السلام عليكم وعلى مستمعيكم. عليكم. أولا نسأل الله السلامة والعافية للشهداء وللمصابين وللأحياء منا. المخاطبة مخاطبة هذا الأمر باعتبار أنه مسؤولية مباشرة على المجلس العسكري، هذه مخاطبة يعني ما متزنة. يعني الـ 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 أنا جاءتني معلومات من الأبيض عن كيفية خروج هذه المظاهرات. يعني أولا يعني الـ 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 في جهات تحركت هؤلاء الأطفال وساقتهم لهذه المظاهرات، يعني وحصل على اشتباك مع قوات الحراسة وضرب في البنك وتخريب وكذا. يعني رد فعل الرصاص مرفوض تماما، هذا ما ده كلام. لكن
القوات العسكرية السودانية ما عندها الاستعدادات ولا الإعدادات اللي بتبقينا من التعامل مع كل المواقف بالحشد الكافي اللي بيخلي إدارة الموقف بسلمية كاملة يعني. فأنا أنا أنا أدين فعلا هذا الاستخدام الرصاصة وهذه المظاهرة خصوصا ضد الأطفال، لكن ينبغي كشف الجهات التي حركت هؤلاء الأطفال والتي أدارت هذه المظاهرة والتي تسببت في أحداث التخريب التي أدت إلى إطلاق النار يعني. طيب سيد سركتي، أنت تقول أن لديك معلومات بأن الجهات حركت هؤلاء الأطفال، لماذا لا تقول لنا من هي هذه الجهات؟ دائما التكشيف على التحري والتعقيق يعني، التعري والتعقيق يكشف كل تفاصيل ما جرى يعني. طيب هل من المنطقي سيد سركتي أن تواجه الذين أطلقوا النار مدانين تماما؟ هذه ما فيها كلام يعني، لكن بذات القوة الذين حركوا هذه المظاهرة والذين أخرجوها من سياقها السلمي إلى التخريب، هو هؤلاء أيضا يدانوا يعني. ولكن سيد سركتي، هل حتى وفقا لما تقول بأن هناك من حرك هذه المظاهرة وخرجوها إلى سياق التخريب، هؤلاء أطفال سيد سركتي وجهوا بالرصاص الحي وقتل منهم عدد 6 أشخاص حتى هذه اللحظة؟ هذا خطأ في التعامل، هذا خطأ. أنا أقول لك إنه خطأ جدا لإطلاق الرصاص في ضد هؤلاء الأطفال يعني. طيب ابقى معي سيد سركتي، أعود إليك سيد سركتي بعد قليل. أذهب إليك سيد أحمد المهندس النشط والإعلامي السوداني. سيد أحمد، القول من جانب السيد سركتي بأن هناك خطأ ارتكب من جانب القوات العسكرية التي كانت موجودة في ذلك أو في تلك المسيرات والتي أدت إلى مقتل 6 أطفال حتى هذه اللحظة، ولكن أيضا هو يقول بأن الدفع باتجاه الاتهام تجاه المجلس العسكري بشكل مباشر هو أيضا خاطئ، كيف ترى ذلك؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. أولا نترحم على جميع شهداء الثورة السودانية المجيدة. مهما كانت الأسباب التي دعت هؤلاء الطلاب الصغار ليدفع مستقبل السودان للخروج في مظاهرات سلمية، ومع العلم أن التظاهر هو حق يكفله الدستور ويكفله النفس البشرية بالتعبير السلمي عن الحقوق، مهما دعت الأسباب في خروج هؤلاء الطلاب، هذا لا يبرر إطلاق الرصاص الحي على صدورهم، وهم يطالبون بدولة مدنية تسودها الحرية والسلام والعدالة. هذا لا يحفي المجلس العسكري من المسؤولية الكاملة بحماية التظاهرات وحماية المواكب التي تسيرها قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي لا تسيرها قوى إعلان الحرية والتغيير. نعم، أنتم غدا ستخرجون في تظاهرة مليونية كما هو مقرر، ما هي الترتيبات المعدة إلى ذلك وما هي الترتيبات الأمنية تحديدا؟ أولا، الترتيبات لخروج مليونية القصاص العادل كما أطلق عليها، وهذا الشعار الذي أعطي لهذه المليونية، لأن كما شاهد العالم جميعا العملية المفضوحة التي قامت بها لجنة التحقيق والنتائج التي خرجت بها للشعب السوداني التي كانت متوقعة مسبقا، سميت بالقصاص العادل، مليونية القصاص العادي، تجري لها التجهيزات بشكل كامل. منذ الأمس أعلن قوى إعلان الحرية والتغيير وتجمع المهنيين تحديدا عن هذه المليونية التي تنطلق غدا الخميس في تمام الواحدة ظهرا. بدأت الدعاية لهذه المليونية منذ مساء الأمس بنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي والكتابة على جدران الحوائط في الأحياء وتوزيع المنشورات والبوسترات في جميع العاصمة والولايات. نعم، ابقى معي سيد أحمد، أعود إليك بعد قليل. دكتور صادق، يعني استمعت إلى ما قاله الخبير العسكري وما قاله النشط السياسي والإعلامي هناك في الخرطوم. المرحلة القادمة هناك تظاهرات ستستمر، وقوى الحرية والتغيير يبدو أنها مصرة على تظاهرات بمليونية بعنوان القصاص العادل، والمجلس العسكري يقول أن المظاهرات خرجت عن هدفها أو عن منطقها أو عن مسارها السليم. كيف يمكن رؤية المرحلة القادمة وربما التأزم الحالي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لقناة الجزيرة التي أصبحت يعني النافذة الأساسية يعني في طرح
قضية السودان، ورحم الله الشهداء أيضا، شهداء الأبيض لحقوا بشهداء فض الاعتصام. والحقيقة يعني مع الأسف الشديد أنا بفتكر إنه المجلس العسكري ما حقه يسمى الانتقالي، هذا ما انتقالي إطلاقا، ده مواصلة للنظام الماضي، ما في اثنين ثلاثة مواصلة للنظام الماضي، لأنه يعني ما عندهم مصداقية في أنهم يساعدوا في عملية تحول ديمقراطي إطلاقا، ما عندهم أي استعداد للعملية دي. واحد، اثنين، هم مسؤولين عن حفظ الأمن في 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 في, في الوطن، في السودان مسؤولين عن حفظ الأمن. المظاهرات دي حق، ومفروض هم يحموا المظاهرات دي، مش هم يعني يقولوا يعني في متسللين إلى آخره. أنا أفتكر إنه ما بيحصل ضرب بتاع رصاص بغير موافقة من المسؤولين، ما في اثنين ثلاثة أي محاولة لتعليق هذه المسألة على خارج المجلس العسكري. أنا أفتكر ده شيء ما يصدق وما ممكن يؤخذ به. والآن بفتكر إنه صمام الأمان الوحيد لإنجاح الثورة والوصول إلى مبتغاها الديمقراطي هو مواصلة المظاهرات. نعم. مواصلة المظاهرات والاحتجاجات ده بفتكر السلاح الوحيد اللي عند الشعب السوداني. ومع الأسف المجلس العسكري ما فهم حتى الآن، ما يقدر يفهم إنه يعني في إصرار شعبي قومي من السودان كله، ولأول مرة تطلع مظاهرات بهذا القدر وبهذا الحجم وبهذا الإصرار في السودان. لكن مع الأسف المجلس العسكري زي ما قال كاتب مشهور عندنا في السودان الطيب صالح لما تكلم عن هؤلاء الناس، من أين جاءوا ومن هم، الآن نفس السؤال ده، من هؤلاء في المجلس ما يسمى بالانتقالي، ما بقول انتقالي، ما يسمى بالانتقالي، من هم من أين جاءوا؟ لأنه تصرفاتهم الآن اللي بيعملوا فيها هذه تصرفات هوجاء، وتصرفات إطلاقا ما فيها أي مراعاة. والعجيبة إنه ما قادرين يفهموا إنه العالم كله دلوقتي موجه أنظاره نحو السودان، ومؤكد الجريمة حتلحقهم، وفي تقديري إنهم حيصحب البشير، مش حيمشي لوحده المحكمة الجرائم، أعتقد المجلس العسكري حيمشي مع البشير في رأيي الشخصي، لأنه كما دكتور صادق نستكمل هذا هذه النقطة بعد قليل. قال الحزب الشيوعي السوداني إنه بعد إطلاق النار على متظاهرين في الأبيض فإنه يعلن أنه لا يواصل الخوض في مسار التفاوض مع المجلس العسكري، ولا يشارك بالتالي في المفاوضات الجارية في أي أو في أي مفاوضات بخصوص السلطة الانتقالية. دعونا نتابع. لن نشارك في المفاوضات الجارية، لن نشارك في أي من مستويات السلطة الانتقالية. سيعمل الحزب على مواصلة النضال مع الجماهير وتصعيد حركة الشارع لاستكمال المشوار وتحقيق تطلعات الجماهير في التغيير الجذري. نطالب ونعمل على حل كافة الميليشيات وفق ترتيبات أمنية بما في ذلك قوات الدعم السريع والمنشأة بقانون خاص، كما نرى ونلحظ جميعا أن قوى التمكين ما زالت تهيمن على أجهزة الدولة بما في ذلك الأجهزة العدلية. نعم، عبر الهاتف من الخرطوم ينضم إلينا علي سعيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني. سيد علي أرحب بك وأسألك مباشرة، أنتم ترفضون منذ الآن وصاعدا المشاركة في أي مفاوضات، ما هي الخطة التي لديكم للحصول أو يعني على الأقل الوصول بالسودان إلى السلطة المدنية التي تنادون بها منذ البداية؟ أولا شكرا على الاستضافة ومرحبا بكم وبضيوفكم. حقيقة نحن لما قررنا هذا لم نقرره لمجرد أن الحزب عايز يقرر وقف المفاوضات أو الاتفاق أو الوصول إلى نتائج محددة، ولكن لو عددنا كمية الأخطاء والجرائم التي حدثت منذ 11 أبريل حتى الآن نجد أنه لا يمكن لأي حزب يحترم نفسه أن يستمر في التفاوض أو يستمر في
التعامل مع المجلس العسكري، لأنه المجلس العسكري الأخطاء اللي وقع فيها أولا الاتفاق مع الحرية والتغيير في البدايات واعتبره شريك ومثل الشعب السوداني، وبعد ذلك أنكر هذا الاتفاق إنكارا تاما وبدأ يماطل ويسوف يضيع في الوقت، وهذا تعودنا عليه من نظام البشير منذ 30 سنة. ثم بعد ذلك بدأت القتل العمد بالضرب في الرأس أو في الصدر، يعني القتل العمد shoot to kill بالنسبة للمتظاهرين الأمنيين، وأحيانا بالنسبة للعناصر الناس اللي ما اشتركوا في أي أعمال بتاعت عنف أو خروج على القانون. وكان على أكبرها هو المذبحة بتاعت 3 يونيو حينما فضوا الاعتصام بتاع السلميين القيادة العامة للقوات المسلحة، التي حينما ذهب الجمال ذهبت جمال الناس ذهبت إلى حضن الجيش. جيش السودان مشهور بالنسبة لشعبنا في تاريخه كله أنه حامي حمى الشعب السوداني، وده اللي تعودناه منه، نفاجئ بأنه يقتلوا الناس ويحصل اغتصاب وكذا، ويطلع علينا بعدين بيان من النائب العام حزيل وفي كثير من الأكاذيب وفي كثير من الضعف وعدم الاحترافية لكي يبرر ما حدث ويلقي التهمة على مجهول ونعرف من هو هذا المجهول. المجلس العسكري أيا كان حتى لو لم يكن هو المباشر في أي عمل تم، هو من الذي زعم أنه شريك في هذه الثورة لكي يحفظ الأمن. وبهذه الصفة فكل ما يحدث في السودان من خروقات للأمن أو قتل أو مهما كان هو مسؤوليته. حتى معيشة الناس العادية والغلاء الذي يعيشه الشعب السوداني الآن بشكل لم يسبق له مثل هو مسؤولية المجلس العسكري وليس أي شخص آخر. طيب سيد كل هذه المسائل سيد علي، ما الذي تتوقع أن عمليا ولا نزعم منه ولا نكذب عليه، فكيف إذا نتفق معه أو ندخل معه في مفاوضات؟ طيب بالمناسبة ما مذبحة البيض هي السبب في ذلك؟ مذبحة البيض دي واحدة من السلاسل الكثيرة من الجرائم التي حدثت، كان آخرها البيض. البيض كان آخر شيء، لكن احنا حاولنا بقدر الإمكان مع حلفائنا أن نحاول في سبيل أن السودان يمشي لقدام حتى نوافق على أن يشترك العساكر معنا في السلطة، وافقنا مع حلفائنا على ذلك. وصدر القرار من الاتحاد الأفريقي بتسليم السلطة للمدنيين. ولكن سيد علي، ولكن غلق المسار التفاوضي مع المجلس العسكري، هل تم بينكم وبين الجبهة أو قوى الحرية والتغيير أي تنسيق في هذا الأمر؟ وأيضا ما الذي تتوقعونه إن غلق مسار التفاوض بين القوى وبين المجلس العسكري؟ هل تتوقع أن يعني ينتهي الأمر بتسليم المجلس العسكري السلطة هكذا دون مفاوضات؟ والله يا سيدتي نحن كنا نفضل أن المجلس العسكري يسلم هذه المسألة من البداية بدون أي مفاوضات، فكان المفاوضات هي فقط تسليم السلطة، وهذا هو أصلا القرار. القرار ده انقلاب عسكري حسب اعتراف الاتحاد الأفريقي أن العساكر يجب أن يسلموا السلطة المدنيين، هذا هو القرار وطبيعة الأشياء، والعالم كله بيقول هذا الكلام. الحرية والتغيير نحن جزء منها، يعني جزء من التحالف الكبير اللي هو الكتل الخمسة المكون للحرية والتغيير، والتنسيق التام بين هذه الكتل الخمسة بأنه يجب أن نصل إلى حل في أنه نحقن الدماء ونخرج من هذه المفاوضات إلى بر السلام، بأن السودان يبدأ وسيد جديد، يبدأ عهد جديد، عهد ديمقراطي بدولة مدنية تحت قيم التنوع وأساسه احترام المواطنة. نعم وضحت الفكرة سيد، وضحت فكرتك سيد علي سعيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، أشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. أعود لك مرة أخرى سيد ستي محمد سركتي، وقف واحدة من القوى المفاوضة على المفاوضة للمفاوضات وانغلاق طرق المفاوضات ما بين القوى وبين المجلس العسكري، هل تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى الاستقرار في السودان؟ هل تعتقد أن ذلك سيؤدي إلى أن يحقق أي من الطرفين مبتغى؟ والله خروج الحزب الشيوعي من المفاوضات هذا موقف ليس فيه سياسة، ليس فيه عقل سياسي راشد، يعني هو أصلا يا أختي الكريمة
الأزمة السياسية السودانية أزمة قديمة من 60 سنة يعني، والأزمة أصلا مردها لهذه الأحزاب السياسية والتنظيمات السياسية يعني. الآن في كل مرحلة والثانية يحملون أوزار هذه الأجسام السياسية البائسة للقوات المسلحة، هو الصوبجي هم ذاتهم السياسيين دين اللي بخش في القوات المسلحة، وبعد ذلك يستولي إدارة الأمر. الأمر دي على 60 سنة الماضية دي، ولكن سيد سركتي هذه هذه الأجسام التي سميتها أنت بالبائسة الآن كلما نجحت في الخطوة أن تخطو خطوة باتجاه الاتفاق مع المجلس العسكري كلما كان هناك انتهاك. فضل الاعتصام كان بعدما تم الإعلان عن أن هناك اتفاق في طريقه إلى إعلان الحل. هذه المرة الأبيض وأحداث الأبيض 6 شهداء أو 6 أشخاص قتلوا في هذه الأحداث، جاء بعد إعلان بالأساس الجزء الأول من الاتفاق وبدء المفاوضات مرة أخرى لأجل إعلان الإعلان الدستوري. يا أخت لو سمحتي، هسه الأخ السابق بيقول إنه على المجلس العسكري أن يسلم السلطة للمدنيين، يعني هو أصلا قبل شهرين اتفق المجلس العسكري مع الحرية والتغيير على تشكيل الدوهم مجلس الوزراء، والدوهم 67 من المجلس السلطة التشريعية يعني. بعد يوم بعد 24 ساعة أعلنوا الإضراب يعني، وأفشلوا هذا الاتفاق واستعدوا هذا المجلس الذي يتفاوض معهم يعني، هم يستعدونه ليلا ويفاوضونه نهارا كما يقول الناس يعني، ولا وهم أصلا مرتدين بسلمية الحراك هذا. أنا والأمبارح راجع من أم درمان إلى منزلي في الصورة، متاريس في الشوارع، حتى الشوارع الضيقة الشوارع الأزقة متاريس تمنع حركة الناس يعني، ما يبغى يقول لك سلمية الثورة سلمية الثورة، دي كلمة ما هم بغاتهم ما مسيطرين على سلمية الثورة هذه يعني. إذا أنت ترى أن هذه الثورة ليست سلمية وترى أن المجلس العسكري لا يتحمل مسؤولية هؤلاء القتلى على الأقل في الأبيض، هل تعتقد أن الأطفال كان يجب أن يقتلوا؟ هل المجلس العسكري غير قادر على السيطرة على نفسه بحيث يوجه البنادق للأطفال؟ المجلس العسكري في الخرطوم والأحداث دي حصلت في الأبيض، نشوف الجهات المسؤولة في الأبيض تحاكم وتحاسب، الجهات الموجودة في الأبيض يعني. لكن صراعة الحدث في الأبيض عشان يخاطبوا بها رئاسة الخرطوم، هذا عبث، تضليل وتلبيس، وهذه مصيبة السياسيين السودانيين يعني. نعم. بيشتغلوا بالإفك والتضليل والتلبيس على هذه الأمة عشرات السنين يعني. الأزمة السياسية السودانية أزمة أخلاقية متجلغة يعني في هذه التنظيمات السياسية أصلاً، دي المشكلة السودانية أصلاً يعني. فعلى الناس أن تتعامل بقدر أعلى من الأخلاق والأمانة والنزاهة والصدق وتباشر الأمور مباشرة مسؤولة يعني. على الناس بالأساس أن تتعامل فعلاً بمنطقة الأخلاق والنزاهة. العميد سادي محمد سركتي الخبير العسكري السوداني، أشكرك شكراً جزيلاً، كنت معنا عبر الهاتف من الخرطوم. دكتور صادق، يعني المجلس العسكري يبدو أنه بريء من وجهة نظر السيد سركتي، ويبدو أن المظاهرات ليست سلمية كما تدعي الثورة السودانية منذ البداية. والله أنا أستغرب للكلام ده، لأنه المجلس العسكري بيواصل في ممارسة النظام المخلوع. النظام المخلوع بيقتل عبر تاريخه ده في 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 المواطنين السودانيين. والمجلس العسكري عدد القتلى دلوقتي اللي احصتهم لجنة الأطباء 242 حتى الآن، من الاعتصام إلى الآن 242، والعدد اللي يعني استشهد من 2013 تحت النظام المخلوع دي أصغر من العدد اللي استشهد في خلال من المجلس العسكري مما استلم السلطة إلى الآن. العدد اللي استشهدوا أكبر مما استشهد من 2013 إلى الآن. ولذلك أنا مفتكر أن المجلس العسكري لا يبرأ إطلاقا، ولو كان النية الصادقة المجلس العسكري كان يعني. بالمناسبة في ثورة أكتوبر 64 عبود لما بدأت المظاهرات خلال 7 أيام تنازل، نميري 11 يوم المظاهرات تنازل، الآن دي الوقت 4 شهور ولا 5 شهور ما بعرف ماشية، وديل حتى الآن ما فتحوا أي ويندو، ما فتحوا أي نافذة، ومواصلين في الـ في الـ في التلكو في الموضوع ده. أنا في تقديري إنه ما في مصداقية من المجلس اللي نعم. ولا بد من مواصلة التظاهرات، ولا بد من الإصرار
ولا تنكسر إطلاقا هذه القوة الماشة. ابقى معي دكتور صادق، أعود إليك بعد قليل. طلب المبعوث الإفريقي إلى السودان محمد الحسن لبات خلال حوار خاص مع الجزيرة مباشرة، طلب كافة الأطراف السودانية بالتوقف تماما عن أي عمل فردي أو جماعي يعكر صفو المفاوضات، داعيا الجميع إلى الاستراع في الاتفاق على الوثيقة الدستورية وتحديد موعد للتوقيع الرسمي عليها. وفيما يتعلق بوثيقة الإعلان الدستوري، أكد لبات للجزيرة مباشرة أن اللجنة الفنية المشتركة أجازت ثلثي المواد المتعلقة بها أن تنهي اللجنة عملها مساء اليوم. المجلس العسكري الانتقالي وائتلاف القوى السياسية في الحرية والتغيير اتفق على أن يجعل من هذا الحوار ثنائي، يجعلانه ثنائيا. وطلب الذي تقدم به الطرفان لرئيس المفوضية عندما جاء لهذا البلد 10 أيام فقط بعد الإطاحة بالنظام القديم، وطلبوا منه الوساطة والتدخل، وعينني جزاه الله خيرا لهذه المهمة الصعبة لكنها مشرفة أيضا في نفس الوقت، لم يتقدموا باشتراك طرف ثالث بصريح العبارة. وفعلا ظهرت قوى سياسية أخرى وسطية، وظهر أيضا موقف واضح للجبهة الثورية المتشكلة من بعض الحركات المسلحة وغيرها من الحركات المسلحة التي ليست عضوا في الجبهة الثورية، وهذه مسائل مطروحة الآن، ولكن السؤال في الجواب فيها يرجع إلى الطرفين، إلى المجلس العسكري الانتقالي وإلى ائتلاف إعلان الحرية والتغيير، فعليهما أن يعطيا جوابا لهذا. ونحن إذا سئلنا عن رأينا في هذا قطعا سنقول رأيا هو أكثر اعتمادا على الانفتاح وعلى تقدير الآخرين. كما وأكد محمد الحسن لبات على أهمية الابتعاد عن سياسة الإقصاء والانخراط في حوار سلمي سياسي من أجل الاتفاق بين الأطراف والمشاركة والوصول لحلول توافقية للوضع في السودان. لا يمكن أن يتأسس السلم السياسي والوفاق الذي هو ضروري للتحولات الديمقراطية التي يطالب بها الشعب السوداني ونخبه بما فيها أساسا القوى الحرية والتغيير، لا يمكن أن يتأسس على الإقصاء والظلم، ولا يمكن أيضا أن يتأسس على أن الأمور تبقى حصرا في محيط أو فضاء سياسي واحد. ولكن أيضا يجب أن نعرف أيضا مسألة أساسية، فقوى الحرية والتغيير والمكونات التي تشكلها هذه كانت رائدة في الثورة، ولا بد أن تكون لها كلمة أساسية في هذا. كما وندد لبات خلال حواره مع الجزيرة مباشر بقتل الطلاب السودانيين في مدينة الأبيضة، وطالب بمحاكمة المسؤولين عن الحادث. أنا أقيم تفاؤلي في أن العدالة يجب أن تقام وستقام عندما أستمع إلى كل الأطراف، وعندما استمعت إليهم مدة قرابة الأشهر الثلاثة الماضية، وعندما اتفقوا على تأسيس لجنة وطنية مستقلة، وأجعل خطا أحمر تحت هذه الكلمة مستقلة بدون التقليل من طبيعتها الوطنية، ونصوا على أن هذه اللجنة أيضا يمكن أن تستعين بدعم إفريقي، وبالتالي فهنالك إرادة مشتركة بأن تظهر الحقيقة ليس فقط لأحداث 3 يونيو الماضي الأليمة جدا، ولكن أيضا بكل الأحداث التي تلتها ومن بينها ما وقع اليوم. وأنا كرئيس المفوضية الذي أعلن عن ذلك نددت باسم المنظمة وباسمه بقتل أطفال مسالمين في مسيرة مطلبية سلمية. لا أتهم طرفا محددا، وأعتقد أن اتهام طرف قبل القبض على الجناة وتقديمهم إلى المحاكمة يكون جزافا، ولكن القبض عليهم لا بد أن يتم في أسرع الأوقات، ولا بد أن تتخذ التدابير الضرورية من القبض عليهم ومحاكمتهم. سيد دكتور صادق، يعني كيف يمكن سياسيا الخروج من هذه الأزمة، خاصة بالنظر إلى ما قاله المبعوث الإفريقي بضرورة عدم اتخاذ إجراءات فردية لأجل التي قد تعكر صفو المفاوضات؟ والله أنا بفتكر أنه المعضلة والمشكلة القائمة الآن، المفترض أنه المجلس العسكري يفهم أنه الشعب السوداني عايز نظام ديمقراطي، عايز نقلة من الأوضاع العسكرية دي إلى نظام ديمقراطي، كان مفترض أنه يساعد في هذا الاتجاه.
لكن المسار والطريقة اللي ماشي بها المجلس العسكري في رأيي أنها طريقة فيها تسويف، طريقة فيها لا مبالاة، طريقة فيها عدم مصداقية للوصول إلى هذه المسألة. وأنا بفتكر أنه الآن العالم كله بما فيه المجلس أقصد الاتحاد الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة وغيرها، في تقديري الشخصي أنه العملية دي لازم تستمر بتاعت التفاوض، لكن تحتاج إلى مزيد من الضغط الدولي والضغط من الاتحاد الأفريقي. لابد من أنه يحصل ضغط، ولابد من أنه الشارع السوداني يكون مواصل، دي لابد تحصل. أولا مسألة العدالة اللي بيتكلموا عنها، أنا قبل كده نحن في نفس البرنامج ده تكلمنا، يعني الواحد فينا كان حدد أنه ما في حاجة اسمها عدالة مع النظام مع المجلس العسكري. ليه؟ لأنه المؤسسات بتاعت الدولة كلها العدلية كلها ما فيها جديد، كلها من السابق، المؤسسات المدنية حتى العسكرية والأمنية، ولذلك المناخ كله والجو كله جو النظام الماضي، ما في جو الآن يعني يتنفس منه تنفس حر عشان يصلوا إلى المرحلة الثانية. ولذلك أنا أفتكر أنه لابد من الضغط والمواصلة من الاتحاد الأفريقي، وأفتكر أنه الأمم المتحدة حقها تتدخل، لأنه السودان بهذه الطريقة في طريقه إلى دولة فاشلة، في طريقه إلى دولة فاشلة ما لم يحصل يعني حركة جدية من المجتمع الدولي والمجتمع الأفريقي والمجتمع الأوروبي وهكذا، مع مواصلة المظاهرات. وما في إقصاء، لما يتكلم عن الإقصاء والما إقصاء، ما فيش إقصاء. الشباب اللي انتظموا في حركة قحط الآن ووصلوا الثورة إلى هذه النقطة، أنا بفتكر لابد أنه يكرموا. وقبل كده كانت في دعوة كبيرة أنه لابد من تحقيق دولي، لأنه ما كانت في ثقة في المؤسسات ولا في المجلس العسكري. طيب دعنا دكتور نذهب إلى أحمد المهندس وهو معنا منذ البداية، يحدثنا عن غدا والمليونية المتعلقة بالقصاص والتي دعي إليها بعد أحداث الأبيض. ما هي الرسالة التي تحملونها للمجلس العسكري وللقوى التي تتفاوض معه؟ أولا المليونية التي تمت الدعوة إليها غدا 1 أغسطس الخميس تجري التجهيزات لها كما ذكرت بصورة كبيرة، وانتظمت جميع لجان المقاومة ولجان الأحياء في اجتماعات للتجهيز إلى هذه المليونية، وبدأت المسارات ونقاط التجمع في الخروج في بيانات. أول المناطق التي أظهرت جداولها هي منطقة شرق النيل. كل التجهيزات تجري وكل الأمور تجري على قدم وساق، ولكن السؤال الذي يجب أن يطرح الآن، لماذا تتم حماية كل الفعاليات والتجمهرات التي يدعو لها المجلس العسكري، ولا تتم حماية التجمهرات التي تدعو لها قوى إعلان الحرية والتغيير؟ جميع المواكب التي خرجت منذ ديسمبر السابق وقع فيها ضحايا اغتيالات بالرصاص المباشر، حتى مجزرة الأبيض التي بلغ عدد شهدائها حتى الآن 662 مصاب. نعم، شكرا جزيلا لك الناشط الإعلامي السوداني أحمد المهندس، أشكرك شكرا جزيلا. شكرا أيضا موصول لضيفنا دكتور الصادق أبو نفيس، أشكرك شكرا جزيلا. المسائية مستمرة وبعد الفاصل الشأن المصري وفيه. وثائق حصلت عليها الجزيرة نات تكشف الآلية التي يصنع بها الجيش دعايته ويواجه إعلام المعارضة بها.